تعتبر يعني هاي الفترة من الفترات اللي تكون يعني النباتات بها في أوج الزراعة أو في أوج النضوج اللي هي موسم الخريف نعتبره. تتميز النباتات بهاي الفترة بكثرة النمو الدافع القوي وخصوصا الورود، هي احنا هسه حاليا يعني اللي يتميز بها الورود اكثر شيء الورود الداودي، من ضمنها يعني الورود الهجينه والورود ذات الطابع البذري اللي هي تكون يعني لون واحد يعني طبعا، والبذور الهجينه اللي هي تكون بنفس السندانه لكن تتبع اكثر من لون اللي هو كما موجود. نعم الداودي هو كله داودي، يعني هو الاسماء مالته يعني بشكل عام يعتبر بس الداودي يعني بشكل عام، لكن الداودي به اكثر من صنف، يعني الصنف المهجن، الصنف ذات البذور اللي هو يعني يكون بالسندانه لون واحد كما تشوفون يعني هسه هنا انا موجود. الوان شنو؟ موجود البنفسجي، موجود الاصفر، موجود الابيض، طبعا هو موجود اكثر من لون، لكن احنا الورود اللي موجوده حاليا هسه يعني بالمشتل مالتنا اللي هو البنفسجي والاصفر الابيض حتى الاحمر موجود. عليهن كلهن، واكثر اقبال يعني على السندانه اللي تكون اكثر من لون. نعم. يعني السندانه الوحده لكن يكون بها الورد اكثر من لون. نعم. اكو يعني متبضعين كثيرين هالفتره؟ اي طبعا، يعني تشاهد الناس اقبالها كلش كبير بهاي الفتره. منزليه لو شنو؟ لا هو منزليه يعني على طول السنه، اللي هي احنا يعني بشكل عام تتقسم النباتات، النباتات الظليه اللي هي تعيش داخل البيت، او النباتات الشمسيه اللي هي تكون، او مثلا نباتات الحديقه احنا نسميها اللي هي تعيش خارج البيت. بالمواسم تكثر النباتات الشمسيه طبعا، والمبيعات على النباتات الشمسيه تكثر، لكن النباتات الظليه اللي هي داخل البيت على طول السنه يعني موجوده. يتم رعايتها؟ رعايتها يعني احنا عندنا سقي وبعض المواد اللي نضيفها اليه، طبعا نعطيها للمشتري يعني الناس الزبائن اللي يتبضعون مننا، نعطيهم طرق العنايه مالتها، السقي مالتها، التسميد مالتها، يعني احنا الزبون اللي يجي لهنا نعطيه كل الطرق. عندكم اسعار هنا؟ الاسعار مو ثابته يعني. مثل شنو؟ يعني 10,000، او مثلا انت اذا تريد تبدي بالنباتات الشمسيه تبدي من الالف، اللي هي يعني الورود وبعض النباتات اللي هي مثلا الكاربس وغيرها، هاي تبدي من الالف، بعدين تكثر يعني لحد ما توصل مرات يعني اكو بها اشجار اللي هسه مثل الداود لحد 12,000. نعم. نعم. فاجأة تتحمل اجواء الناصريه؟ اي نعم تتحمل الاجواء. لكن بالصيف يعني هي النباتات بشكل عام احنا بالجنوب تحتاج لها فد يعني اللي احنا نسميه تور، اللي هي يعني يحميها من حرارة الشمس القوية.